سلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديالي الجديد يلقاكم بصحه جيده وسانك سانك كما كيقولوا. واليوم البنات جيت ان شاء الله ندير معكم اللحم بالبرقوق. عندي البنات في المكونات، نبداو البنات. عندي العطريه، عندي هنا البنات علقه د السمن، واحد 4 دريسات ديال الثومه مطحونين، عندي الملحه، عندي معلقه ديال القرفه، عندي واحد معلقه كبيره ديال العطريه ديال اللحم، وعندي العطريه اللي كنقول لكم دائما اللي فيها البزار، خرقوم، سكينجبير، قزبر حبوب، ودويمات ديال زعفران محكوكين. عندي واحد جوج بصلات البنات مشلضين، عندي واحد الكاس زيت بلديه، عندي واحد الكاس ديال الماء. هادشي كلشي البنات غنديرو لكم، هادشي كلشي، هادشي كلشي البنات غندير لكم فهاد الطنجره. واللحم ديالنا البنات اللي غادي من بعد غادي نشرملوه وردو كلشي يطيب مع بعضياتنا. البنات فهاد الطنجره غندير ديك العطريه كامله اللي وريتكم، غندير الماء، غنقد البنات دابا اللحيمات ديالي. انا البنات غنقدهم ونعاودو نتلاقاو. البنات اللحيمات ديالنا شرملناهم كما قلت لكم، حبست شرملتهم كاملين. دابا البنات غنردهم للكوكوط. لا لاحظتوا الجميله حيت كبيره كتشرمل ليا مزيان، خليتهم رقدوا واحد المده. البنات غنردهم هنا للطنجره ديالي وغنبدا باش نشعل عليهم كما كنقول دائما، نشعلوا عليهم النوب الاولى كنشعلوا العافيه مجهدات حتى كتغلى لينا الكوكوط، وكنقصوا العافيه وكنخليها تطيب على المهل ديالها. البنات دابا البنات هذيك لاصوص اللي بقات ليا هنا غنحركها مزيان لان فيها العطريه، ونخويها فوق ديك اللحيمه بحال هكا. مازال غنزيد فيها مويها البنات ونشللها. ودابا البنات غندير ديك الكاس ديالي ديال زيت بلديه بهذا الشكل هكا كامل، غندير كلشي دقه واحده البنات ونردو يتشحر، والبصيله اللي قلنا صافي البنات دابا غنشعل عليه. خليها البنات يتشحر ليا مزيان، وغنزيد واحد شويه الماء ماشي بزاف البنات، واحد نص كويس، ونخليه يطيب على خاطرو ونتلاقاو البنات منين يطيب ونبغيو نصايبو البرقوق ديالنا. البنات ديك المريقه ديالنا بالبرقوق رافقوها بواحد صلاد فخوي. عندي البنات البنان، عندي الفريز، عندي البرقوق، وعندي التفاح البنات. هادو غندير بهم سلطه فخوي، وغندير واحد الشلاضه البنات اللي بالخيار، مطيشه، تفاحه، الحامض والبصله. نقطع البنات كلشي ونتلاقى باش نوريكم النتيجه النهائيه كيفاش كتجي ان شاء الله مع بعضياتنا. والكوكوطه ديالنا اللحيمة طابت شويه غنوريها لكم كي جات. بنات ها الشلاضه ديالي قطعتها، التفاح، البصله، الخيار، مطيشه، واحد الحكيك صغير تاع الذره، وهنا البنات عندي قزبور ومعدنوس والكرافس مخلطين ثلاثه. دابا البنات غنخليها على جنب، ما غنديرش ليها لاصوص فينيغريت ديالها حتى نبغي نقدمها، كنبقى هكا محطوطه واجده. تنبغي نقدمها عاد غندير ليها الحامض وزيت بلديه ومليحه لبزار. ونتلاقاو البنات. دابا البنات غنمشي نصايب ان شاء الله معكم سلطه فخوي. البنات ها البرقوق ديالي الا لاحظتو تنفخ طاب، عندي العسيله غنزيدو شويه ديال العسل، مكنديرش فيه السكر. البنات
صافي وغنخليه يتعسل وانا معاه كنحرك باش ما يتحرقش ليا العسل البنات وبالصحه والراحه. دابا البنات غنمشيو نوريكم ها لي فخوي ديالي. عندي هنا حكاك ديال دانون، عندي البرقوق البنات قطعته بهذا الشكل باش غنديكوري به الشلاضة ديالي، وعندي هنا سيرو د الرمان هو اللي غادي نديرو مع هاد الفواكه هنا. غنحركو نخليه يرقد شويه البنات بين ما يتشرب من هذا السيرو، فهو كيكون تشرب لنا بهذا السيرو اللي درنا. راه نسيت ما قلت لكم البنات راه عصرت فيه واحد نص حامضه، علاش؟ باش ما يكحلش ليا البنان والتفاح. البنات خديت هاد دانون هذا اللي فيه هاد الحبوب واللوز، هو اللي كل وحده كنقسم، كل حكيه كنقسمو على جوج زليفات، كندير نصيص هنا ونصيص هنا. دابا البنات غنعمر من فوق منه هاد الفواكه ديالي بهاد الشكل. غنعمر البنات كاملين وعاود نتلاقاو ونشوفو النتيجة النهائية. بنات ها الشلاضة ديالنا موجودة، شوفو داك البرقوق قطعتو البنات راك شتو مشرائح، درتهم بحال شكل شي وريضة، ضوي ورد البنان الوسط، واللي عنده لويزات مهرمشين كيديرهم، اللي عنده زبيب يديرو، كتفنني باش ما يعجبك البنات. وكنتمنى البنات هادشي اللي كندير لكم يعجبكم، ودعموني ديروا لي لايك بارطاجيو كما كنقول دائما، وجربوا ومصحه والراحه. ملي غنبغي نحط البنات اللحم غادي نوريكم الطبق النهائي. يلا شكرا البنات، شلاطتي درتها فهاد الزلافه كبيره باش ناخذ راحتي باش نخلطها ندير لها لاصوص فينيغريت. عندي البنات هنا فهاد القريعه درت عصرت واحد الحامضه صغيره، غنزيد معها واحد شويه الملحه والابزار، وندير زيت بلديه البنات هاد القياس صافي. غنسد عليها البنات ونبدا نخدم البنات. كتبان ليا البنات راه بدات كتبدا تتقال البنات ملي كتبقاي تخدمي ديك الزيت مع مليحه لبزار وحامض. لاحظتوا دابا البنات غادي نخويها فوق هاد الشلاضه ديالي. البنات ها هي شوفوا ديك لاصوص اللي درت، دابا البنات غنخويها فوق الشلاضه ديالي هكذا كامله. نحركها وبالصحة والراحة البنات غادي يوتكم. نتلاقاو البنات ملي غنسيرفي لاطابل ان شاء الله. بنات ها طبيصيلنا ديال الحيمة بالبرقوق والزبيب كيجي معلك كي لاحظتو، شوفو البنات قص لكم هاد الحيمه بيدي البنات، شوفوا نشهيكم وبالصحه والراحه. غنوريكم البنات الطابله كامله من نحط الطابل. ها تنسى مدام عيشه البنات، ها طبيصيلي ها خبيزي ها
هاش لاتي ها الديسير وبصحة والراحة. ولا عجبكم البنات كي كنقول دائما تابوناو وديروا لي لايك بارطاجيو وبصحة وراحة.